يعني بداية نقول مبروك للسالمية، هارد لك لأبطال فحيحيل اللي لهم قدم مباراة كبيرة. من بداية المباراة احنا مسيطرين على اللعب، حاول الحكم انه ينرفزنا من بداية اللعب، من بداية المباراة حاول انه ينرفز فريقنا، ضيعوا فريقنا فرص في الجيم الأول، ردينا فاول انفراد لاعبنا نعيم محمد نعيم وما حسب الفاول ورد تنرفز اللاعب وطرد اللاعب، غير انقلبت المباراة. هذا قدرنا، أنا رسالة أقولها وأكررها حق لاعبي الأبطال، كفيتوا ووفيتوا، مشكورين، ما قصرتوا لهالمرحلة، ما نطالبكم أكثر من اللي قاعد يصير فيكم، هذا يعني مبالغة من الاتحاد ومن اللجنة ومن الحكام اللي ما حد يحاسبهم. أنا غرمونا على إني أسأت لهم، وهم حجم إساءات مني ليوم القيامة، ما تنغفر إساءاتهم، ولا حد يحاسبهم ولا حد يكلمهم، ورايح الدنيا، لكن عزائنا الوحيد إني أنا عندي فريق نبني عليه إن شاء الله وقادرين للعودة، وهذا قدرنا. احنا مستمرين للنهاية، فريق عندي نجوم إن شاء الله أنا قادرة نعدل صفوفنا ونكمل ونستمر، ما زال في بصيص أمل، ما فقدنا الأمل، لكن إن شاء الله يعني كثر خيرهم لاعبين ما قصروا خلال الموسم. بعد ما سوينا التحويلات ورتبنا فريقنا من بعد التنقلات الشتوية طلعنا بصورة مشرفة، قدرنا تنتقم الحكام منا واللجنة المؤقتة، لكن أنا أقول لكم مبروك عليكم، فحيحيل طاح شبه طاح درجة ثانية، مبروك لأبطالي، أنا راضي عنكم وبيض الله وجهكم.